دخل إضراب هيئة التنسيق النقابية يومه العاشر وبحت حناجر المطالبين بإحالة السلسلة على مجلس النواب في وقت تغرق الحكومة في محاولات يائسة لإيجاد تمويل لسلسلة أقرتها قبل تمويلها. سياسيا يقبع قانون الانتخاب الموعود في غياهب الانتظار القاتل. وفي الانتظار اتصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري ليؤكد له تمسك تيار المستقبل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. في تداعيات الأزمة السورية جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبة اللبنانيين بالتزام الحياد حيال النزاع السوري، وعبر عن قلقه العميق في شأن معلومات تحدثت عن مقتل عناصر من حزب الله يقاتلون في سوريا. في هذه الأثناء التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للمرة الأولى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب في روما، وأكد له أن واشنطن لا تعتزم تسليح المعارضة.